الموضوع اللي راح ناخذه الآن هو موضوع الكربوهيدرات، وهي واحدة من مكونات الخلية الحية، وتعتبر المادة الرئيسية لتوليد الطاقة. السكر C6H12O6 راح يتفاعل مع الأكسجين اللي موجود بالدم، راح ينتج لنا CO2H2O زائدا طاقة. هاي الطاقة يستخدمها الجسم في كل الفعاليات الحيوية. إذن الكربوهيدرات هي قلنا من الكربون والماء CH2O/N، وتصنف بشكل بسيط إلى صنفين simple sugars وcomplex sugars، السكريات البسيطة والسكريات المعقدة. السكريات البسيطة هي فقط المونوسكرايدز، السكريات الأحادية، وهذه السكريات الأحادية تحتوي على أما 3 أو 4 أو 5 أو 6 ذرات من الكربون، وتكون على شكل ألديهايدات أو كيتونات. المثال الشائع والبسيط أيضا بنفس الوقت منها هو الجلوكوز، والجلوكوز يحتوي على 6 ذرات كربون ألديهايدية، تحتوي سلسلة ألديهايدية فنسميه ألدوسز. كل السكريات الألديهايدية نسميها ألدوسز، بينما الكيتونية نسميها كيتوسز. الكومبلكس شوغرز اللي تحتوي على أكثر من يونت وحدة أو جزيئة وحدة من السكريات، فعندنا الدايسكرايدز مثلا اللي هي 2 مونوسكرايدز مرتبطة بآصرة تساهمية كوفالنتلي لينك، أو أوليغوسكرايد اللي هي أكثر من 2، يعني من 3 إلى 8 أو 9 ترتبط مع بعضها. مثال بسيط على الدايسكرايد هو السكروز اللي هو سكر المائدة، والمالتوز اللي هو سكر الشعير، بينما الأوليغوسكرايد عندي مالتو ترايوز، يعني 3 جزيئات متصلة بعضها مع بعضها من الجلوكوز فتنطيني سلسلة ثلاثية. البوليسكرايد أو متعدد السكريات تحتوي على عدد كبير من الجزيئات، وتكون لي صنفين رئيسيات من السكريات المتعددة. الصنف الأول اللي هو النشويات الستارج النشا، والصنف الثاني هو السيليلوز. الستارج أيضا وكل السكريات هاي قلنا منشأها النبات، تتكون بالنبات، فالستارج اللي داخل النبات نسميه نشا. وأكو نشا يتكون داخل جسم الكائن الحي اللي نسميه جلايكوجين. أما السيلولوز فهو معروف يكون وحدة بنائية أيضا من الجلوكوز، ولكن تركيبها الفراغي وترابطها يختلف عن النشا. المونوسكرايد اللي قلنا عليها من السكريات البسيطة، الألدوسز يعني السكريات الألدهايدية، والكيتوسز هي السكريات الكيتونية. مثال الألدوسز عندي الجلوكوز، الصورة اللي تشوفونها أمامكم، ومثال الكيتوسز اللي هو الفركتوز. الفركتوز سكر الفاكهة، والجلوكوز سكر العنب. هاي أمثلة أخرى من السكريات. هذا عندي يحتوي على 6 ذرات كربون، لكن أكو ستيريو آيزومر مثل ما قلنا سيطبعون على هذه المركبات 1 2 3 4 5 6، بها 6 ذرات كربون تحتوي على 4 ذرات كيرالية. الذرات الكيرالية إذا كان OH بأخير ذرة كيرالية أبعد شيء عن مجموعة الكربونيل إلى اليمين فأسميها دي، فهذا الموجود عندي دي مانوز، وعندي دي جلوكوز، وعندي دي جالكتوز. هي كلها نفس مشتقات الجلوكوز، ولكن بسبب اختلاف OH كل مرة موجودة بمكان فكل مرة تنطيني مركب جديد. الآن عندي هذا الجليسر ألديهايد، هو من السكريات ألديهايدية ثلاثية، يحتوي على ذرة كيرالية واحدة فقط. فلهالسبب موجود عندي الدي جليسر ألديهايد والأل جليسر ألديهايد اللي تشوفوها هنا. هذا قلنا سكر ثلاثي. تسمية
السكريات هو دي أو أل، نذكر الاسم هذا اللي هي تكون ديكسترو روتري أو ليفو روتري، توجه نحو اليمين أو نحو اليسار، ونسميها بالسكريات لها أو إلها أسماء كثيرة جدا حسب الستركشر أو الستيريو آيزمر اللي مشتق من أدها. إذا أجي أحسب ذرات الكربون الكيرالية بالجلوكوز، قلنا أنا عندي أربعة، هذه الأربعة أكو قانون يحكمها، كم ستيريو آيزمر موجود بيها. عدد الستيريو آيزمر هي تخضع لبرنامج اسمه 2SN. الN هو عدد الذرات الكيرالية، فبالنسبة للجلوكوز أنا عندي أربعة، أربع ذرات كيرالية، فاثنين أس أربعة يعني أكو بي 16. هذه 16 تقسم إلى 8 من نوع الدي و8 من نوع الأل، وكل واحدة منهم لها اسم يختلف عن الثاني، لكن معروف الأساس أو الأصل مالها. تشوفون هذه الجلوكوز أكو 8 آيزومرات من نوع الدي، إحنا قلنا 8 دي و8 أل، فالثمانية من نوع الدي هاي كلها سكريات سداسية من جماعة الجلوكوز، لكن أكو عندي الألوز، الألتروز، الجلوكوز، المانوز، الجولوز، والأيدوز، والجالكتوز، والتالوز، كل واحد منهم بصفة تختلف عن الصفة الثانية لأنه هذا ثابت. الآن عندنا الجزيئات اللي شفناها بالسابق هي جزيئات متسلسلة عموديا، هذا النوع من التسلسل أسميه فيشر بروجكشن، هذا أسميه فيشر بروجكشن، لكن أكو قسم منها حلقية. الفيشر بروجكشن حقيقة هي تم اكتشافها أو تشخيصها عام 1902 من قبل عالم ألماني اسمه فيشر، لكن بعد مرور الوقت وتطور العلم و إمكانية الدراسة تحت المجهر الإلكتروني قدروا يشوفون أنه الجلوكوز موجود بحالتين، بالحالة الجافة موجود على شكل ألديهايد، موجود على شكل ألديهايد سلسلة عمودية، وبالحالة السائلة موجود على شكل حلقة دائرية. الشخص اللي اكتشف هذه الحلقة هو اسمه هاورث. فالمركبات الحلقية نفس السكر نفس الجلوكوز، إذا ردنا هاورث بروجكشن فأنا أرسم الحلقة، وإذا ردت فيشر بروجكشن أرسم السلسلة. الآن من الكيمياء العضوية عرفنا أنه الكحول يتفاعل مع الألديهايد راح ينطيني ذرة كربون متصل بها 2O، 2 أكسجين، فهذا أسميه هيمي أسيتال. والكيتونات أيضا ممكن أن ترتبط بها مجموعة كحول فتنطيني هيمي كيتال. حقيقة هذا يقودنا إلى أنه راح يتكون عندي هيمي كيتال وهيمي أسيتال، هذا الفيشر بروجكشن لينير فورم للدي جلوكوز، راح تتصل ذرة الكربون رقم 5 بذرة الكربون رقم 1. OH اللي موجود على ذرة الكربون رقم 5 راح يتصل بالCHO رقم 1، فراح ينطيني تركيب حلقي. هذا التركيب الحلقي أسميه أيضا دي جلوكوز، ولكن على ذرة الكربون رقم 1 إذا كان OH إلى الأسفل فأسميه ألفا دي جلوكوز، وإذا كان OH إلى الأعلى فأسميه بيتا دي جلوكوز. هذا التركيب حقيقة راح يفيدنا في معرفة كيفية تكون النشا اللي متكون من ألفا دي جلوكوز والسيليلوز اللي متكون من تراكم بيتا دي جلوكوز، وكل واحد من ذول راح تكون إلى صفات فيزيائية تختلف عن الثاني. الآن الفركتوز، الفركتوز يحتوي على 3 ذرات كيرالية، الذرة رقم 3 و4 و5، عدد الأيزومرات 2 أس 3 راح يساوي شقد 2 × 2 × 2 يعني 8، راح يكون عندي 4 من نوع الدي و4 من نوع الأل.
الارتباط بهالحالة نفس الذرة اللي هي optically active اللي هي رقم 5 راح ترتبط بالذرة رقم 2 فتنطيني حلقة خماسية. إذن هذا راح يكون عندي الفركتوز الهوارث بروجكشن، وإلى اسم آخر نسميه ألفا دي فركتوز عندما تكون الOH إلى الأسفل، وإذا كانت الOH بالعكس إلى الأعلى فراح أسميه بيتا دي جلوكوز. هذه المركبات دي فركتوز العفو، هذه المركبات اللي عندي ألفا دي جلوكوز وبيتا دي جلوكوز. Cyclization of glucose produces a new symmetric center، يعني مركز أو محور جديد راح يتكون عندي اللي ينطيني الألفا والبيتا. هذا المركب حسب الكيمياء العضوية ماكو عندي سلسلة أو حلقة سداسية تكون بشكل مستوي، لكن تكون بهذا الشكل according to Bayer strain theory. هذا موضوع عام بالكيمياء العضوية نسميها chair وboat، المركبات اللي راح تكون عندي بهذا الشكل. الآن مشتقات السكريات، السكريات هي مثل أي مادة عضوية أخرى تتأكسد وتختزل، حتى كثير من أنواع السكريات الأحادية الجلوكوز مثلا نسميها reducing sugar، يعني هي تختزل يعني تتأكسد حتى تختزل مادة أخرى. فهذه المشتقات اللي موجودة عندي الريبيتول المجموعة الكربونيل ممكن أن تكون CH2OH، أو الجلوكونيك أسيد اللي هي المجموعة البعيدة راح تكون على شكل كاربوكسيل، أو عندي دي جلوكورونيك أسيد تبقى مجموعة الألدهايد كما هي، لكن مجموعة الميثايل أو الOH البعيدة راح تتحول إلى مجموعة كاربوكسيلية. هذا حقيقة راح ينطيني انطباع أنه أكو مشتقات كثيرة جدا جدا من السكريات. وين موجودة هاي المشتقات؟ موجودة داخل جسم الكائن الحي، فترتبط هذه الأنواع من السكريات داخل جسم الكائن الحي. عندنا مثلا الأمينو شوغر اللي هي بذرة الكربون رقم 2 بالجلوكوز، الألفا دي جلوكوز رقم 2 راح يصير مجموعة NH2 فأسميها أمينو شوغر. هاي NH2 ممكن ترتبط بمجموعة أسيتايل فأسميها ألفا دي أن أسيتايل جلوكوز أمين، وهكذا. أو ممكن أن تكون مجاميع في أماكن أخرى. الآن عندي كلمة جلايكوسيديك بوند. الجلايكوسيديك بوند حقيقة هي المجموعة الإيثرية اللي تربط بين مجموعتين من السكر، مثل ما الإيثر عندي ROR مجموعتين كحول يرتبطون مع بعضهم ويفقدون مي راح ينطيني ROR، أيضا مجموعتين من السكر راح يرتبطون مع بعضهم، هنا عندي مثلا الكحول ويا السكر راح ينطيني ميثايل جروب، أو مجموعتين من السكر راح يرتبطون مع بعضهم راح ينطوني داي سكرايد. اللي موجود عندي هنا السكروز مرتبط الفركتوز والجلوكوز بآسرة إيثرية اسمها O، آسرة إيثرية اسمها O. فنوع الارتباط إذا ارتبطت الألفا هيدروكسيل يعني اللي للأسفل مع مجموعة أخرى فراح تصير نسميها على شكل V، V shape glycosidic linkage. بينما أكو عندي مركبات أخرى، هذه المركب اللي نشوفها هنا عندنا المالتوز اللي هو سكر الشعير مجموعتين من الجلوكوز الآسرة اللي تربط بيناتهم إيثرية على شكل V، فهذا نوع. النوع الثاني إذا ارتبطت بيتا جلوكوز يعني الOH للأعلى مع بيتا جلوكوز أخرى فراح تضطر تلتوي هاي الOH للأعلى بحيث تنطينا هذا الشكل. فإذا نشوف الآسرة الجلايكوسيدية اللي موجودة بين اثنين نسميها N shape glycosidic linkage من نوع ال N، وهذا المثال السيلوبايوس اللي هو نوع من تركيب السيلولوز يكون بهذا الأسلوب. الدايسكرايد عندنا قلنا السكروز اللي هو سكر المائدة موجود مرتبط بجلوكوز مع فركتوز وراح يكون عندي بهذا الأسلوب
اكو عندي اللاكتوز اللي هو سكر الحليب، اللي هو متكون من الجالكتوز واحد من ازمرات الجلوكوز، ومتكون من جزيئة اخرى من الجلوكوز، راح يكون بهذا الشكل، مشتقات كثيرة جدا. هذا عندي سكر المائدة او السكروز، all have the formula C12H22O11، يعني جزيئتين فقدت مي انطتنا هذا التركيب. الان عندي البولي سكرايد، اخذنا السكريات الاحادية والثنائية، الان عندي البولي سكرايد اللي هو النشا، قلنا النشا او عفوا النشا البولي سكرايد، الصورة اللي أمامنا الآن بالنشا كل الأواصر اللي بين جزيئتين من الجلوكوز على شكل V shape من السكريات البسيطة. إذا كانت السلسلة ما بها تفرعات فهذا النوع أسميه أميلوز، هذا البوليسكرايد أسميه أميلوز. إذا كانت بها تفرعات جانبية فأسميها أميلوبكتين، هذا نفس الأميلوز لكن أكو به فروع جانبية. الأميلوبكتين متكون من سلسلة كل 28 إلى 30 جزيئة، أكو فرع آخر يحتوي على جزيئتين أو ثلاثة من السكريات، هذا الأميلوبكتين. النشا الآخر اللي هو النشا الحيواني قلنا عليه الجلايكوجين، هذا الجلايكوجين ما يفرق عن الأميلوبكتين، أيضا سلسلة مستقيمة من الجلوكوز مرتبطة مع بعضها بعاصرة على شكل V glycosidic bond، ولكن الفرق انه الجلايكوجين كل 8 الى 10 مجاميع اكو عندي فرع متكون من مجموعتين من السكريات، انه بها تفرعات اكثر. السليلوز اذا نشوف الصورة هو تقريبا نفس شكل السلسلة مال النشا، ولكن الأواصر اللي موجودة بيه على شكل ان شيب، جاية من انه تراكم البيتا جلوكوز، بيتا جلوكوز تكون الـ OH للأعلى، فراح تضطر تنحني الى الاسفل بحيث يصير فليب الدور الجزيئة على بعضها فتكون لي هذا النوع من الأواصر، وهذه تكون قوية جدا جدا. الصفة اللي تميز السيلولوز انه سيقان الحنطة والشعير على سبيل المثال تكون قوية بحيث تنهض النباتات للأعلى بسبب تكون سيقانها من السليلوز، إذن السليلوز هو بوليمر قوي، بينما النشا هو من السكريات المتعددة البسيطة ممكن أن يذوب جزئيا بالماء وممكن أن يتكسر بسهولة وإلى آخره. هذه مشتقات السليلوز، متكون من يعني يتكون من عنده النسيج سليلوز النسيج القطني وغيره. وصفة مهمة جدا بالسليلوز انه عندما نأكل النباتات الغذاء وكل النشويات تتحلل بواسطة انزيمات في الفم والامعاء تتحول الى جلوكوز، الى سكر احادي الجلوكوز، ويتم التمثيل الغذاء الى وهي مصدر الطاقة، بينما السليلوز يمر بالمعدة وينتهي يروح إلى الفضلات مرور الكرام، ما يستفاد منه الجسم إطلاقا. بالنسبة للإنسان أكو بعض الحيوانات الأكثر أو بعض الحيوانات تستفيد من السليلوز تقطعه وتحوله إلى طاقة. أيضا عندنا مشتقات كثيرة أخرى من يعني للإطلاع، هي هذه عندي مشتق مهم جدا اللي هو الهيبارين، والهيبارين هو مركب مهم جدا يمنع تخثر الدم، يمنع تخثر الدم، هو عبارة عن حلقة سكرية تحتوي على مجاميع الكبريتات والكربونات والان اسيتايل جروب، موضوع عام هو هذا الهيبارين. إضافة إلى مشتقات أخرى موجودة. الآن هذا الموضوع أنتم أخذتوه بالعملي Identification of Carbohydrate، الكربوهيدرات حتى نشخصها نعرفها كربوهيدرات لو غيرها، أكو عدد من الفحوص أخذتوها بالمختبر اللي هي المولش تيست،
مولش تيست راح يبين لنا شنو السكريات المختزلة وغير المختزلة، فحص سريع جدا ويحدد لي نوع السكريات. النوع الثاني من الفحوصات اللي هو البنديك تيست، used as a test for presence of reducing sugar، يحدد لي reducing sugar موجود عندي لو لا، والبارفويد، وأخذتوها أنتوا بشكل تفصيلي في الجانب العملي. هذه الأسئلة أتمنى تطلعون عليها، تحاولون أن تحلوها، موضوعها بسيط جدا من ضمن، وراح يكون أيضا من المواضيع المهمة اللي نمر بها بالامتحانات مالتنا إن شاء الله. موضوعنا الثاني هو الميتابوليزم اللي يصير على الكربوهيدرات. قلنا الكربوهيدرات هي غذاء، مصدر الطاقة اللي يغذي الجسم. العملية اللي تصير نسميها ميتابوليزم، والميتابوليزم هي الفعاليات الأيضية اللي تصير. والفعاليات الأيضية تصير بالجسم ممكن أن تكون بناء فنسميها أنابوليزم، يبني خلايا جديدة، وممكن أن تكون تمثيل غذائي أسميها كاتابوليزم، يعني هدم الخلايا اللي موجودة عندي. إيش راح يصير؟ أنا عندي بالجسم أكسجين وعندي جلوكوز، راح يمر داخل الجسم ويصير علي هذه العمليات. حتى نمر بشكل بسيط، الريسبيريشن، التنفس. التنفس هو عملية أخذ الأكسجين من الجو إلى الرئتين إلى الدم إلى المصل وصولا إلى الخلية. داخل الخلية يمر الأكسجين ويمر الجلوكوز، وهناك تصير عملية التمثيل الغذائي وأكسدة الجلوكوز إلى ماء وثاني أكسيد الكربون وطاقة. فالآن نمر بشكل بسيط عن الأكسجين، قلنا هو التفاعل بين الكربون والأكسجين راح ينطينا طاقة. العملية هذه نسميها respiration. وعندي إذا نوعين من التنفس. التنفس الخارجي هو عملية تبادل الأكسجين بين الجو اللي هي عملية الشهيق، راح أخذ أكسجين من الجو ويروح الأكسجين إلى داخل الحويصلات الرئوية ثم إلى الدم. هاي العملية أسميها التنفس الخارجي. عملية وصول الأكسجين إلى داخل الخلية فأسميها عملية التنفس الداخلي، هي هذه اللي أنا أطلق عليها كلمة الريسبيريشن. The chemical reactions of respiration take place in all living cells. مثل ما تشوفون هنا عندي C زائد O2 راح ينطيني CO2. An atom of carbon plus a molecule of oxygen راح ينطيني CO2. The reaction takes place between oxygen and substance which contains carbon. التفاعل هنا ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي كربون دايوكسيد. الآن الكربون دايوكسيد ويا المي بالتفاعل الكلوروفيل راح يسوي لي عملية التمثيل الضوئي، راح يكون لي السكر. إذن السكر من يتكون عندي راح يصير التفاعل بين السكر والأكسجين، راح ينطيني CO2 H2O زائدا طاقة. وهذا يعني أنه كل جزيئة من من السكر راح تنطيني طاقة. هاي الطاقة اللي بالعمليات الكثيرة بالنبات تصير عملية انبات، عملية انقسام، تكاثر، وبالجسم أنا راح أسوي عمليات رياضية، الجسم ينمو، أفكر إلى آخره. هذه الفعاليات الحيوية الكثيرة جدا اللي إحنا نسويها. مثال على الريسبيريشن داخل أنفسنا، الحالة الأولى أنه أنا أخذ الأكسجين من الجو وأخذ الغذاء عن طريق الفم. الرئتين راح تمتص الأكسجين، المعدة راح تأخذ الأكل والأمعاء. وين راح يروح؟ البلد ستريم راح يحمل الأكسجين والجلوكوز. البلد ستريم يعني مجرى الدم. وين راح يروح؟ الريسبيريشن اللي راح يصير هنا داخل الخلية. الجلوكوز and أكسجين react to produce energy
for muscle construction، وبعدين الكربون دايوكسيد is carried to the lungs by the blood، راح يروح إلى الرئتين ويلفظ عن طريق الزفير. هذا كل التفاعل نسميه التنفس الهوائي aerobic respiration. أكو عندي عمليات عن aerobic respiration، يعني عمليات لا هوائية، تصير عملية التخمير، بعض المشروبات، الخميرة اللي تسوي للخبز، خميرة اللبن. هذا شلون يكون؟ هذا التفاعل مو بأسلوب إنه راح أخذ أكسجين من الجو، تصير عملية التخمير، تفاعل الجلوكوز هنا بوجود طاقة محددة راح يعطيني الكحول و CO2، يعني مو مثل CO2 زائد H2O مثل الحالة التنفس الهوائي. هنا راح يعطيني طاقة أقل لكن يعطيني كحول وينطيني CO2. المايكرو أورغانيزمز مثل البكتيريا أو الخميرة نموذج من التنفس اللاهوائي داخل كيانات، يعني عملة تخمير الخال، خميرة العجين إلى آخره، كلها من هذا النوع. وهذا صورة لخلية الخميرة أو البكتيريا، هذه عندي هنا بها نواة وبها سيتوبلازم وبها سيل وول، يعني هي عملية بسيطة جدا وحجمها 0.002 ملليمتر، يعني 2 مايكرون. هذه الايروبك والانايروبك بكتيريا، اكو بكتيريا تعتمد التنفس الهوائي وبكتيريا تعتمد التنفس اللاهوائي، وتسوي فعاليات. الفرمنتيشن هو من نوع التنفس اللاهوائي. الان حتى نروح الى عمليه التمثيل الغذائي او الميتابوليزم، انا امر بمرحلتين، الغذاء راح يمر عندي بمرحلتين. المرحله الاولى هي عمليه الهضم، والهضم يبدا من الفم، من أول ما نتناول الأكل أكو عندي إنزيمات تفرز بحيث تحرر لي الجلوكوز الأحادي، يعني تقطع النشا تحوله إلى جلوكوز أحادي. فهذه العملية الأولى من الدايجستشن، ويكون داخل المعدة خامل لأنه البي اتش حامضية فالإنزيمات ما تشتغل، لكن داخل الفم يشتغل. راح تبدي تتقطع هذه الأواصر، بالاثني عشري راح يستمر تقطيع النشا إلى جلوكوز أحادي، والأمعاء الدقيقة أيضا راح تستمر، بحيث من يصل إلى الأمعاء الغليظة راح يبدي يمتص ويروح الجلوكوز المفرد المنفرد، يروح إلى داخل مصل الدم مثل ما قلنا، الأكسجين عن طريق الرئتين يروح إلى داخل. فإذا الآن الدم يكون محمل بالجلوكوز وبالأكسجين. الجلوكوز يدخل إلى داخل الخلية عن طريق مسامات، من دخل داخل الخلية والأكسجين أيضا راح يدخل، راح تصير عمليات التمثيل الغذائي للجلوكوز داخل الخلية. هذا العمل حقيقة الميتابوليزم راح يتضمن عدة مراحل. المرحلة الأولى نسميها جلايكوليسيس، يعني تحلل الجلوكوز، تحلل الجلوكوز. والمرحلة الثانية أسميها ترايكربوكسيليك أسيد سايكل. والعملية الثالثة اللي بيها حيود شوية عن العمليتين الثانية أسميها HMP شنت، هيكسوز مونوفوسفات شنت بروسس. فالجلايكوليسيس حقيقة يمر بعدد كبير من العمليات اللي شرحها يطول، ولكن بشكل موجز اللي راح يصير عندي هنا أروح للأيروبيك. الأيروبيك أو التنفس الهوائي، التمثيل الغذائي الهوائي، راح يتضمن عدة مراحل. فالحالة الأولى خلينا نشوفها بالمعادلة هنا. الحالة الأولى الجلوكوز بوجود إنزيم الجلوكوكينيز راح يتحول إلى جلوكوز 6-فوسفات. هاي الخطوات، الجلوكوز يتحول إلى جلوكوز 6-فوسفات، وبعدها يتحول إلى فركتوز، يصير عندي إيزومرايزيشن، يتحول إلى فركتوز 6-فوسفات، ثم يتحول إلى فركتوز 1,6-ديفوسفات. يعني بالمكانين راح ترتبط عندي مجموعة فوسفات، ثم تنقسم الجزيئة اللي تحتوي على 6 ذرات كربون، تنقسم إلى جزيئتين. الجزيئة الأولى اسمها جليسر ألديهايد 3-فوسفات، و
الجزيئة الثانية، النصف الثاني، هو داي هيدروكسي أسيتون فوسفات. داي هيدروكسي أسيتون فوسفات، هذه يصير بها الأولى، راح يصير بها إيزومرايزيشن بحيث يصير عندي اثنين من الجليسرالديهايد 3 فوسفات، يكون عندي اثنين موليكيول. هسه هذه راح يصير بها بعد أن تكونت هذه، راح تنطيني مجموعة أخرى من الفوسفات، فعندي 1 3 بس فوسفو أجليسرات راح تتأكسد وراح تنطيني مجموعتين من الفوسفات، وتستمر هذه السلسلة حقيقة. وهذه المعادلات هي نفس اللي موجود بالصفحة أو بالشريحة اللي قبلها، نفس هذا الموجود عند الخطوات، راح يتحول إلى أن أخير شيء راح يتكون عندي محصلة نهائية، يتكون عندي البايروفيك أسيد، أسميه بايروفيك أسيد أو حامض البايروفيك، هذا الموجود عندي أخير شيء، فوسفوينول بايروفيت اللي هو هذا راح ينطيني بايروفيك أسيد. الخطوة الأخيرة راح تتكون عندي بايروفيك أسيد، انتهت عملية الجلايكوليسيس. هذه تستهلك وتنتج طاقة، حتى أحسب الطاقة اللي تم استهلاكها بهذا المجال نشوف الحصيلة النهائية مالتها، إنه تنطيني استهلكت 2 ATP وانطتني 10 ATP، فهذه العملية حصيلتها هو شقد 8 ATP، والاي تي بي هي وحده من وحدات الطاقه المستخدمه بالميتابوليزم، معناها ادينوسين تراي فوسفات، وتساوي كل وحده من الاي تي بي 7.3 كيلو كالوري. فهاي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه الانيروبيك فيس، البايروفيت راح يصير بيها اختزال، البايروفيت راح يصير بيها اختزال، راح تتحول الى لاكتيك اسيد، يعني البايروفيت تتحول الى لاكتيك اسيد، واللاكتيك اسيد الان راح يدخل الى الترايكربوكسيليك اسيد سايكل او اسميها كريبز سايكل. هنا راح يصير عدد كبير من العمليات نوجزها بالمخططات. اول مره عندي هذا الاسيتايل كوانزايم، عندي هذا الاوكسيلو اسيتات، راح ينطيني الستريت، واحده من العمليات اللي تكون عندي. بالاعلى عندي البايروفيك اسيد اللي تشوفون المعادله، هذا البايروفيك اسيد راح يصير به اختزال مجموعه الكربونيل، راح تتحول الى او اتش، فتدخل الترايكربوكسيليك اسيد سايكل. هذه الاسيتايل كوانزايم، وهي دوره كامله اسميها كريبس سايكل، راح يصير بها عدد كلش كثير من الفعاليات الحيويه، بحيث عدة مراحل راح تصير عندي هنا، في مراحل متعددة راح يروح CO2 وتنتج عندي طاقة. هاي المعادلات للاطلاع لكم، وراح في كل مرحلة أو مرحلتين راح أفقد مجموعة CO2، يعني تتقطع السلسلة، وبالنتيجة النهائية راح يكون عندي سكسينات، وترجع العملية من جديد. هاي مراحل متعددة. الآن أجي أحسب الإنرجي يلد من الترايكربوكسيليك أسيد سايكل، نفس العمل اللي شفناه، نفس الجدول اللي شفناه قبل شوية، لكن هاي العملية تنطيني 24 ATP، 24 ATP. الجلايكوليسيز قلنا 8، وعملية الأنيروبيك تنطيني 2 صارت 10، وهنا 24. إذن مجموع الطاقة المنتجة من كل جزيئة واحدة من الجلوكوز تساوي 34 ATP. حتى نحسبها بالطاقة الحرارية، 34 أضربها في 7.3، فالناتج راح يكون هذه الطاقة اللي تنتج في عملية الميتابوليزم. نستمر بعملية الميتابوليزم اللي راح تصير عندي. قلنا المرحلة الأخيرة اللي هي الـ HMP أو أسميها الهيكسوز مونوفوسفات أو أسميها شنت باثوي أوف ميتابوليزم، تقريبا بنفس الأسلوب راح
يصير عندي عملية تأكسد واختزال في بعض المراحل اللي مرينا بيها، هذا المخطط مالها. وأخير شيء راح تنطيني رايبوز، يعني هنا هذه العملية هي حقيقة انترميديت بين الكاتابوليزم والأنابوليزم، بحيث راح تنطيني رايبوز 5-فوسفيت. من هنا يجي الرايبوز اللي يستخدم عندي بالار ان اي والدي ان اي بهذه الوسيله. هذا مجرد معلومه عامه، يعني اكو عندنا كثير من الانزيمات او المواد الفعاله، الانزيم والكوانزيم اللي راح نستخدمها تصير عمليات تاكسد واختزال. هذا الموضوع مهم جدا، لكن راح ناخذه ان شاء الله بمرحله الفيتامينات بالفصل الثاني، راح ناخذ هذا بشيء من التفصيل. اذا هاي الخطوات اللي راح يتكون عندي الجلوكوز 6 فوسفات راح ينطيني هذا المركب، والمرحله الاخرى والمرحله الاخرى، الى ان اخير شيء راح ينطيني هذا الرايبولوز اللي هو سكر كيتوني خماسي، ثم المرحله الاخيره راح ينطيني دي رايبوز 5-فوسفيت اللي هو هذا الناتج، الماده اللي قلنا نستخدمها بالعمليات. تكوين الجلايكوجين النشا الحيواني حقيقه هو يتكون داخل الخليه. انا عندي عمليه الترايكربوكسيليك اسيد سايكل راح تنطيني انترميديت. بعض المركبات عند ما يحتاج الجسم جلايكوجين، الكبد يقود هذه العمليات وعمليه تكوين الجلايكوجين او اسميه النشا الحيواني، ويقود الى تكوين هذا النشا اللي يخزن داخل الخليه او بين انسجه العضلات. مراحل ايضا كثيره جدا ممكن ان واحد يمر بها ويلاحظها هاي المعادلات. اخيرا عندنا داء السكري دايابيتس ميليتس. احنا قلنا الاكسجين والجلوكوز يمر في مصل الدم يتجمع ويدخل داخل الخلية ويصير عليه عملية ميتابوليزم. طيب الاكسجين يطب بسهولة لانه جزيئة صغيرة، لكن الجلوكوز جزيئة كبيرة. غلاف الخلية محاط بعدد كثير من المسامات. الجلوكوز يجب ان يدخل من المسامات الى داخل الخلية حتى تصير عليه عملية الميتابوليزم. هذه الفتحات أو المسامات يسيطر عليها مستقبلات، المستقبلات تتأثر بوجود إنزيمات أو هرمونات تفرز من الجسم من الغدد الصماء. اللي يسيطر على عملية دخول السكر إلى داخل الخلية هو الإنسولين، فغدة البنكرياس تفرز لي الإنسولين، يروح بمجرى الدم، راح يقوم بعملية فتح المسامات اللي بالخلية ويطب السكر إلى داخل الخلية، تصير عليه عملية الميتابوليزم، فمستوى السكر بالدم دائما ينخفض إلى مستويات محددة بين 80 و120 ملي جرام لكل 100 ملي لتر من مصل الدم أو من الدم. أحيانا خلية غدة البنكرياس تعجز في توليد الإنسولين، فماكو شيء يفتح المسامات ولا اكو شيء يسمح لدخول السكر الى داخل الخليه. اذا راح يصير السكر شنو؟ تراكمي، يتراكم داخل الدم، فنشوف مستوى السكر بالدم يصعد. هذه حاله مرضيه نسميها الدايابيتس ميليتس. حتى نعرف انه الانسان يحمل هذا المرض اكو كثير من الملاحظات او الاصناف. اكو عندي تايب 1 اللي هو يعتمد على الانسولين، يعني البشر لازم ياخذ انسولين حتى يسيطر على مستوى السكر ماله. اكو النوع الثاني تايب 2 هو البشر العاديين، لكن اكو بيهم مستوى السكر مرات يصعد، فممكن ان يسيطر عليه عن طريق الحميه او عن طريق بعض العلاجات البسيطه نسميه نون انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، بينما ذاك انسولين ديبندنت نسميه. فالأعراض أو الملاحظات اللي تبين على الإنسان إنه صار بها الحالة، فهي
قلنا غشاء الخلية راح البيرميبلتي مالته أو النفاذية تقل، فيتراكم السكر قد يصل إلى 500 ملي جرام، وهذا كلش خطر. طبعا الحالة من تصل هيجي تعتبر حالة متقدمة جدا وخطرة. البوليوريا هي أنه كثرة الإدرار، دائما الإنسان يشعر بالرغبة للإدرار ويروح. البوليدبسة أنه يشعر بالعطش، كل سيشرب مي، فالبوليدبسة شعور الإنسان بالعطش وتكرار شرب الماء بكثرة. البوليفاجيا، والفاجيا هي المجاعة أو الشراهة نسميها، فالإنسان يشعر بالمجاعة لأنه رغم أنه هو أكل والسكر كلش عالي بالدم، لكن لأن الخلية ما تحس أنه طب سكر إلى داخل الخلية، فالموصلات العصبية اللي موجودة داخل الخلية راح تنطي انطباع أنه الإنسان جائع، فيضطر إلى أكل كميات كبيرة. والحالة الخامسة، بما أنه أنا ما عندي طاقة كافية للإنتاج أو increased mobilization of fat من الجسم، the metabolism of fat is incomplete resulting in the production of large amounts of the intermediary product of fat metabolism. إيش راح يصير عندي هنا؟ راح يصير عندي كيتون بوديز داخل الجسم، يصير عندي كيتون بوديز. ولهالسبب أهل السكري نشوف دائما يلفظون بالنفس مالهم ريحة الأسيتون، ريحة الأسيتون اللي هي من مكونات أو من أسباب أمراض السكري. deposition of lipids راح يصير بالمجاري الدم، راح يصير عندي ترسب الدهون أيضا بهاي الحالة. أكو طريقة حتى أتأكد إنه الإنسان بي سكري لو ما بي سكري، فحص يسموه جلوكوز تولرانت تيست، وهذه العملية إنه أجيب 100 جرام من الجلوكوز أذوبها بجلاس أوف ووتر، جلاس من المي، وأنتظر 30 دقيقة، بعدين أبدي أفحص كل 30 دقيقة أفحص مستوى السكر، راح يبدي ينزل. خلال ساعتين إذا وصل إلى الحالة الطبيعية معناه هذا الإنسان ما بيداء السكري، أما إذا ظل أعلى من 180 فمعناها هذا الإنسان أكو بيه داء السكري. هذه أسئلة معروضة لكم، أتمنى أن تطلعون عليها وتحلونها.